لينيسياتيف دو جور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في الانيسياتيف دو جور. واليوم باش نحكي لكم فيها على ان ايفينمون يستنى فيكم نهار لحد 3 مارس باش يكون في قصر السعاده بالمرسى، الملتقى الوطني حول المراه واللي تنظمه الاسوسياسيون ديفلوبمون كولتوريل. معنا رئيسه جمعيه التنميه الثقافيه سميه خمار باش تعطينا كل التفاصيل على الملتقى هذايا. سميه مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا بك مدام ريم، ومشكوره جدا على الاستضافه. شكرا لك، بكم مرة أخرى ويعطيك الصحة. يعيشك سمية. نقدموا شوية الجمعية، نتعرفوا عليكم على أبرز نشاطاتكم، على لي غران زاكس اللي تخدموا عليهم في الجمعية. جمعية التنمية الثقافية وقع انشاؤها في جوان 2020، دونك عند 3 سنين. هي جمعية فتية نخدموا على بليزيوغ فولي، عن الفولي سبورتيف، عن الكولتوريل وعن السوسيال. وتوا قاعدين نخدموا على الفولي كولتوريل، بما انه اليوم العالمي للمرأة موافق لنهار 8 مارس من كل سنة، دونك حبينا اون فيت مع بعضنا ومع نساء تونس ومع الكل في بلدية المرسى نهار 3 مارس نهار الأحد، ابتداء من 10 صباحا باش يكون ملتقى. دونك عندنا ندوات شعريه مرافقه بموسيقى، كيف كيف عندنا ديبا على المراه في الادب والسينما، وكيف كيف زاد عندنا معرض لنساء فوتوغرافيات يكرموا فيها المراه التونسيه، باش يكون من 10 متاع الصباح حتى كشل مدي ساعه مدي ساعه ونص. سمية، دونك هذه فكرة على البرنامج، شنو الهدف منه هالملتقى هذه؟ شنو الفكرة؟ تكريم للمرأة وإلا تسليط الضوء بتدخ على قضايا تهم المرأة؟ يعني شنو فوزاتونت وشنو المخرجات اللي تستنيوها بعد هالملتقى هذه؟ الملتقى هو حبيناه السنة تحت شعار ثقافة مناصرة المرأة، ثقافة تبني مجتمعا متوازنا. حبينا انه نكرموا المرأة، نكرموها لانه المرأة تقوم بدور كبير برشا في المجتمع، كسوى المرأة اللي تخدمه الا حتى ربة البيت. معناها المرأة هي ناشطة في كل مجالات وفي كل ميادين، وحبينا نكرموا المرأة التونسية اللي هي معناها ما شاء الله عليها متألقة في كل المجالات. حبينا زادة كيف كيف نلقيو الضوء على المرأة الحرفية كيف كيف والصعوبات اللي قاعدة تلقى فيها، وحبينا زادة كيف كيف نكرموا النساء اللي هما ربيت البيوت زادة كيف كيف باش يكونوا حاضرين معنا. معناها حبينا نعملوا تكريم للمرأة في كل أطيافها. واضح. سمية، ليفينمون هذايا لشكون موجه؟ اسكو مفتوح للعموم؟ اسكو فما طريقة تسجيل للناس اللي تحب تحضر؟ الدعوة مفتوحة للجميع، دونك اللي يسمعوا بليفينمون مرحبا بهم من نهار لحد معنا في قصر السعادة. هو ليفينمون من بالشراكة مع وزارة المرأة والأسرة وبلدية المرسى، مشكورين زادة كيف كيف كانوا شريك رئيسي معنا في التظاهرة هذه. هي الدعوة مفتوحة، مرحبا بالناس الكل، دونك اللي يسمعوا بليفينمون كسوا في المرسى ولا في خارج المرسى مرحبا بكم نهار لحد 3 مارس، نحيو مع بعضنا ونكرموا المرأة. شكرا لك سمية خمار، يعطيك الصحة على كل هالتفاصيل. رئيسة جمعية التنمية الثقافية، حكينا على الملتقى الوطني حول المرأة مبرمج نهار لحد 3 مارس في قصر السعادة بالمرسى. كانت هذه لينيسياتيف دو جور. لينيسياتيف دو جور.